أهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قوة الشرطة والأمن العام في مدينة الباب تعلن إلقاء القبض على خلية مؤلفة من 6 أشخاص تمتهن السرقة في المدينة شرقية حلب وإحالتهم للقضاء. انفجار عدة قنابل في محيط ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، المقرر خروج مظاهرة فيها ضد الأسد دون وقوع إصابات أو أضرار وفقا لموقع السويداء 24. اندلاع حريق كبير في أحد أسواق مدينة جبلة بريف اللاذقية واقتصار الأضرار على المادية. وفاة الشاب أحمد العبد الدهام الحاج من أبناء بلدة الشميطية بريف دير الزور بانفجار لغم أرضي أثناء رعيه الأغنام في بادية دير الزور. بلدية كفر رمان اللبنانية توقع على ترحيل عدد من السوريين إثر إشكال حصل بين أبناء البلدة وسوريين على خلفية إطلاق مفرقعات نارية بحسب موقع النشر اللبناني. السلطات التركية تنقذ 18 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسيتين السورية واليمنية عالقين على متن قارب مطاطي تعطل بهم قبالة سواحل أيوجيك بولاية جانا قلعة شمال غربي البلاد.